dans la vie, quand on veut, tout est possible. Next video, inshallah, from LGB. Vive Balaji! C'est un sportif hors norme qui se présente maintenant au départ. Je m'appelle Jean-Baptiste Alaise, j'ai 27 ans. J'avais 3 ans, donc coup de machette à la jambe, bras, partout. Et ils ont quasiment tué toute ma famille, je suis un des derniers survivants. Et du coup, j'étais adopté suite à ça par une famille de la Drôme. ان شاء الله تكونوا بخير بصافيش كرافي معكم لقمان ديزات في فيديو جديد اليوم كما قلت لكم رانا في تكساس ولكن حنا غادي نضربوا داره لوين المايامي كي كنت في مايامي تلاقيت مع واحد الشخص انسان هاي بزاف 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 رياضي من النخبه في فرنسا الرياضي هذا هو رياضي فرنسي في العاب القوى ولكن ماشي العاب القوى العاديه العاب القوى الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه واسمه جون بابتيز جون بابتيز هذايا زاد في واحد البلد اسمه بلد بوروندي بوروندي هذايا جاي قدام رواندا قدام اوغندا بلد صغير هذا في افريقيا في وسط افريقيا زاد جون عام 1991 بعد ايام قليله من اندلاع من اندلاع الحرب الاهليه البوروندية كي كان عنده 3 سنين هنايا يعني الشاهد في الكلام كي عنده 3 سنين ماتت الام والاب تاعو وقالوا له ناس باللي شفتي ماك كي قتلوها انت شفتي ماك هو ما يشفاش ولكن كانت 3 سنين قالوا انت شفتي ماك كي قتلوها واش يديروا هذو الناس قطعوا له رجله وهو مقطع من نقبته مقطع من ظهره مقطع بعد تشوفوه طفل صغير 3 سنوات مات يماه ومات باباه في حرب اهليه هو تقطعت رجله في هذيك الحرب وكاد ان يقتل يعني بعد هذيك الحادثه من صارت له تبناته عائله فرنسيه عام 1998 يسافر جون الى مدينه مونبولي من بعد هذيك العائله يعني تكفلت به ورباته وكبراته تهلاو فيه وما خلوه يحتاج حتى حاجه وايضا دخلوه باش يمارس رياضه العاب القوى كان عنده حوالي 15 سنه كي دخل يمارس العاب القوى وتحصل على مراكز بزاف 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 عاليه مراكز عالميه بزاف عاليه حيث انه دخل في منتخب النخبه الفرنسي منتخب النخبه الفرنسي فيه غير الناس التوب توب توب تاع الرياضات يعني ماشي منتخب عادي برك منتخب النخبه اللي فيه هو ناس يعني ناس سبيشال سبيشال بيبل في هذا التيم هذا هو كان منهم وانضم المنتخب النخبه الفرنسي عام 2011 السيد هذايا كيفاش كانت الحكايه تاعو من طفل صغير تقطعت رجله وشاف يماه وبدأ كيفاش مات وفي في في بلاده تبناته عائله فرنسيه واصبح بطل ولكن هذا كامل ما نساش البلاد تاعو ولا يولي البلاد تاعو ويدير يعني موتيفيشن للبيبل وهو حاليا عضو في نادي الابطال من اجل السلام يعني هو حاليا راهو في المنتخب العالمي تاع النخبه اللي فيه ناس سبيسيال في جميع الرياضات على فكره هو يمارس رياضه الوثب الطويل يعني هذوك اللي يجريو ويصوت فوق الرمل ولكن لأصحاب الاحتياجات الخاصة شارك في عدة بطولات ونجح وانا تلاقيت به قصرنا ونطرحينا كيف وذوكا تضربوا دارة وتشوفوا الفيديو مع أخونا جون بابتيز يلا بينا حبس جون إذا راك جديد في القناة هذه اشترك في القناة وفعل جدا والدتي الجرس واعلم بأن الشيطان هو الذي إذا راك تشوفني في اليوتيوب دير لايك وفعل جد والدة الجرس واعمل اشتراك في القناة إذا راك تشوفني في الفيسبوك وش تدير بارطاجي هذا الفيديو ربي يحفظكم معكم لقمان ديزات يلا بينا نتلاقوا مع هذا البطل العالمي ليتسكو يا حبابك ما تنساش اللايك الله يحفظك واحد قال لي شغل لايك زعما لايك هي حاجه كبيره اللايك باسكو كي دير اللايك ودير اللايك ودير اللايك يساعد في انتشار الفيديو ربي يحفظكم Allez, vas-y, Jibi, vas-y. Et toi, tu fais ça? Ah, Jibi. Allez, Jibi. Give me one. Zoom! Les zoom. Allez. Zoom! I do some jump. So we have GB in the house. GB, ça va? Ça va, GB. Salam alaikum, GB. Bon, GB, بطل اولمبي تاع ذوي الاحتياجات الخاصة.
باسكو رجله مقطع هو هايليك هايليك فوالا regardez واو الله يبارك رجله مقطع let's go GB Nice. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. GV. Let's go. GV. Let's go. 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 Sot. 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 Woohoo! One more. Nice. Allez, GV. Allez, GV. Allez, GV. Champion. Champion. One more. One more. Attends, mais non. Les hommes. Quand j'étais petit garçon, j'avais 3 ans. Je suis rescapé de la guerre civile au Burundi, au Rwanda, l'histoire des Hutu et Tutsi. Juste Tutsi, les Hutu voulaient me tuer parce que bah, c'était une guerre d'ethnie. Et j'ai perdu ma jambe à coup de machette. J'avais 3 ans. And how you became. And here. And you have here. 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 Wow. Pire que Scarface. J'ai survécu contrairement à Scarface. And how old were you there? Et là, j'ai 29 ans. Non, non, before, when they said. 3 ans. J'ai 3 ans. Oh my god. Et toute ma famille quasiment allait décéder. Je suis dans les survivants de la famille. They all die? Ouais. Oh my god. Et j'ai été adopté après. So, la famille t'a au Kamel, mais tu as dit que 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 tu as dit قطعوك in they catch you up like they did this to you and start running and doing et j'ai commencé le sport c'était un moyen de m'aider à oublier mon passé alors okay. L'athlétisme ça m'a aidé à oublier les douleurs du passé la guerre parce que ma mère elle a été exécutée devant mes yeux ils l'ont coupé la tête les hommes voulaient que je voie oh my god et so قالوا له قالوا له قالوا له باللي شاف you saw your mom when they cut her wow you have a movie in Netflix عنده فيلم في نتفليكس عنده فيلم في نتفليكس راح نخليكم اللينك تاعو تاع نتفليكس تقدروا تشوفوه ريزن فيليكس ريزن فيليكس تقدروا تشوفوا الفيلم تاعو et j'ai adoré du coup le son en guerre parce que c'est une épreuve où tu t'amuses avec les gens. Moi j'ai compris que le sport c'est un jeu, c'est pas... C'est le sport qui m'a sauvé au jour d'aujourd'hui. C'est mes premiers JO, j'ai pas appris sur la victoire, mais j'ai beaucoup appris sur l'humanité. Et le sport, c'est je suis un athlète, je fais du 100 longueur, 200 mètres, et je fais 5 fois champion du monde. Waouh! Et 2 fois au JO. Et Olympique? Bah, Olympique 2 fois. Waouh! 2012 et 2016. Et là, je vais faire mes 3e JO à Tokyo, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est le Covid. Inch'Allah, c'est le Covid, Inch'Allah, pas tout. Mais la victoire était ma revanche. Perfect. So, je voulais montrer à moi-même que malgré d'où je viens, ce que j'ai connu, je peux devenir le meilleur des hommes et je peux avoir une revanche sur la vie. Inch'Allah. Montrer que je reste pas dans la difficulté, je reste pas dans les problèmes. Je veux devenir un autre homme. Inch'Allah. Bro. Bah, you inspire me. Le dernier message pour les jeunes. Yep. Dans la vie, quand on veut, tout est possible. Parce que moi, j'ai connu la mort. J'ai même vu ce qu'on voit avant de mourir, le tunnel avec le soleil qui s'éloigne. Yeah. Et je me suis réveillé après à l'hôpital, je sais pas combien de temps après. Mais après avoir vu ça et survécu à la mort, je me suis rendu compte que la vie, elle est comme ça. On n'a plus d'excuses, on n'a pas le droit de perdre du temps.
Et non, il faut y aller et se dire que tout est possible. Et ça. Voilà. Thank you. Merci pour le message. Ouais. I don't want to cut you off. Pas très de temps, mais vous avez soit à nous. بلي اي حاجه تقدر ديرها في هذه الحياه هكذا قال لك ما تضيعش الوقت اي حاجه تقدر ديرها في هذه الحياه وبرك كي تحط بالك في هذيك الحاجه توصل لها السيد رجله مقطعه مضروب مقطع من هنايا كي كان عنده 3 سنين شاف يما قالوا له الناس بلي شفت يما كي قتلوها ماتوا كامل لا فامي تاعو دوك راهو شامبيون دي موند في 5 مرات شامبيون دي موند الله يبارك 4 فوا شامبيون دي موند 5 فوا 5 فوا شامبيون دي موند الله يبارك في القفزه كي يبل فيها كوم مو Easy. Let's go. Beaucoup de gens m'ont vu arriver avec la jambe. Ils ont dit oulala, il va pas y arriver. Je suis arrivé jusqu'en demi-finaliste. Demi-finaliste. J'étais le seul avec un handicap. Wow. J'ai été plus loin que les gens qui avaient hors de jambes. I'm gonna pause là. C'est là. Mental. Zom. Zom, ouais, zom. Luca. Oui. En face vidéo. لعبك عندك بطل دو شولت لعبتنا بزاف خاطي السلام عليكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ان شاء الله تكونوا استمتعتم معنا ما تنساوش كيما يقولكم جواد خويا طقوس ال ظهري وستر طقوس اليوتيوب هكذا الاشتراك تفعيل جديد ما تريد الجرس كان معكم لقمان ديزاد حبس قبل ما يخلص الفيديو حبيت ندير ديديكاس لواحد الانسان عزيز عليا بزاف هما بزاف انسانين هما عدة أشخاص كاين خويا رحيم اللي راه في فرنسا بطل العالم من الأبطال ما شاء الله يمارس عدة رياضات قتالية ربي يحفظه خويا هو اللي راه في روس خويا يوسف أنافالي زوم والفحل تاع الفهولة كامل خويا رائد فلوغ حبيت نوجه لهم يعني تحية خالصة نقول لكم بارك الله فيكم على الدعم تاعكم على كل حاجة راح يكون فيديو صغير مور هذا الفيديو نحبكم تضربوا طلة فيه تهلاو في وقتكم كان معكم لقمان ديزاد بقاو ديما متفاعلين وإلى الأمام جامي دور اللور روح 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 واقتلهم بنجاحك تحياتي صلى الله عليه وسلم وكما يقول خويا يوسف أنا با السلام عليكم ما يهمش أنك تكون إنسان ناجح الأهم من ذلك أن تكون إنسان واحد الناس قالوا لي لا لازم ننجحوا عبك باش تكون إنسان حاجة واعرة مش سهلة باش تكون إنسان بحد ذاتها نجاح لأن النجاح أنا بالنسبة لي مشي بالك كما راهو في المنظور تاعك النجاح يقدر يكون رضاء الوالدين عليك النجاح يقدر يكون حاجة مليحة ديرها في الخفاء بينك وبين روحك بينك وبين ربي سبحانه النجاح يقدر يكون عائلة صغيرة انت محافظ عليها وتحب مرتك وتحب أولادك النجاح يقدر يكون حرفة انت حبيتها وراك تمارس فيها النجاح يقدر يكون تتعلم من حاجة فاتت عليك النجاح يقدر يكون تتغلب على حاجة سلبية راك دايما تديرها النجاح هو تنوض الصباح كيما تبوس لها راسها دايما عندك باباك تبوس له راسه دايما ما قريحنا على بالنا ما كاش هذاك الحب ما كاش هذاك الحب والامور في العائلة بصح نورمال هذاك نجاح انك تلف التليفون وتعيط لخوك اللي بالك جامي سقسيت عليه انت راك بعيد عليه هذاك نجاح هو انك تدير الخير انك تدير عمل تطوعي نجاح هو انك تصلي صلواتك كامل في النهار في اللي عاود بالك 25 دقيقة برك مع التليفون هي 5 صلوات نجاح هو انك تستر خوك
نجاح هو انك ما تعترش في ظهر اخوك. وفي هذه الدنيا اغلط بالك تخاف، ما تغلطش، اغلط افشل طيح اتمرمد عادي، بس كل دوك الضرابي كاع يبنوا لك الشخصيه تاعك. هذوك الضرابي كامل يخلوك تكون شخص قوي، يخلوك تكون تعرف تقابل اي مشكل يجيك في هذا الحياه في هذا الكون. ما دامك تكون صغير وتتقبل هذو الضربات، كي تكون عندك 30 33 تكون انسان ناضج، تكون انسان واعي. راك معايا؟ دير ربي في قلبك، ما تخلي حتى واحد يحبسك في هذه الدنيا، يهضروا عليك، يحبوا يفشلوك، يحبوا يحطموك. كمل، تحبسش، باسكو كي تحبس تبينهم باللي ربحوك، وانا مانيش حابهم يربحوك، راني حابهم هما يوصلوا لهذيك المرحله تاع خلاص فشلنا ما قدرناش. ونصيحه الاخيره، بالك تحاول تبرر للناس شكون انت، بالك تحاول تبرر للناس، لا انا ما درتش هكا ودرت هكا ونورمالمون. انت تعرف روحك، انت تعرف نفسك وتعرف واش تسوى هكذا. وربي سبحانه يعرف واش كاين في السريره تاعك داخل قلبك، يعرف واش كاين. كي تكون وحدك في الليل تكون وحدك، حتى واحد ما يكون معاك. تحاول تبرر للناس شكون انت، اللي يعرفك يعرفك، اللي يعرفك يعرفك، واللي ما يعرفكش يتجاهلك. تحياتي.